السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في الوحدة السادسة الأسبوع الرابع. أتحدث عن أماكن أفضل السفر إليها، مجال رحلات الأسفار الوضعية التواصل الرابعة، أسمع وأتواصل منذ مدة وعلي يتمنى أن يسافر إلى طنجة وأن يكون السفر في قطار البوراق. شو البوراق؟ البوراق أسرع قطار. ندير الدور ديال أنا ندير الدور ديال علي. علي، سمعت أنك ستسافر إلى طنجة. نعم، وعلى متن قطار البراق إن شاء الله. ولماذا طنجة بالذات؟ واش طنجة بالذات مثلا؟ لاعتدال مناخها وجمال شاطئها وطيب أهلها، ولأني أرغب أن أزور ميناءها السياحي ومغارة هرقل. هرقل؟ خطأ، هرقل، هرقل، هذا خطأ، هرقل ماشي هرقل، لا، الشخصية اللي كانت هذه شخصية تاريخية قديمة وقدرت تكون خيالية وما كيقولوا، ولكن كيقولوا هرقل، كان في العصر الإغريقي. هرقل، هرقل شخصية بارزة في الحضارات القديمة. هرقل، حديثك عن طنجة يغري بزيارتها. كل مدن بلادي تغري بزيارتها. بالزيارة. بالزيارة. أشخص عليا وأردد ما وصف به طنجة التي يفضل السفر إليها. أحاكي عليا وأتحدث عن مدينة أخرى أفضل السفر إليها. مثلا اللي بغيت تشهدها تقدر تقول تاهي مثلا مراكش، تقول أكادير، تقدر تقول الدار البيضاء أو الرباط، تطوان، أصيلة، مارتيل، فنادق، زوينة هادو كاملين، الصخيرات، الشواطئ ديالهم زوينة، كيكونوا زوينة. أقرأ مع صديقتي الجزيرة. إلى جزيرة. الجزيرة. ممكن شي جزيرة عندنا هنا. أقرأ مع صديقتي وأصدقائي. لا هذا كيسمى الشاطئ، هذا شاطئ، شاطئ. كتبان كبحال الجزيرة. شاطئ، هذا الشاطئ والبحر قدامه. وقت السفر. ها قد حان وقت السفر وتركنا مدارسنا يحرسها النجوم وضوء القمر، وبدأنا نجمع الحقائب ونستعد للسفر، ننتظر موعد القطار بلا ملل أو ضجر، سنزور الشواطئ والرمال والجبال، ونستظل بأوراق الشجر. إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.